بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحصة الجديدة حول أنواع الفساد. اليوم نتحدث عن الضريبة والتهرب الضريبي أو الضريبة بين الشطط وبين التهربي. إن مما اعتنت به الشريعة الإسلامية عناية كبيرة فيما يخص الشؤون المالية، حيث وضعت لها سياسة رشيدة عادلة راعت فيها تحقيق العدالة. وإن الباحث ليجد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما خلفه لنا الأئمة المجتهدون الثروة الفقهية الغنية أصدق شاهد على عدالة تلك السياسة المالية. حديثنا عن أساس وضع الضريبة في الإسلام. الضريبة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي ما يقرره سيد على عبده في كل يوم أو يعطيه. وقد ترجم ذلك كما في يعني عند البخاري ترجم لهذا في صحيحه بقوله ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة، يعني حجم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الحجامة، فأمر له بصاع أو صاعين، فكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته. هكذا استعمل لفظ ضريبة. والآية الكريمة كذلك التي حددت مصارف الزكاة بدأت بذكر الفقراء والمساكين وتقديهما في الذكر، وهذا يدل على عناية الإسلام بهما، لأن هذا الصنف من الناس قل ما يخلو منه مجتمع من المجتمعات، وهو كثيرا ما يعني يكون مهدد في احتياجاته وفي أمنه وفي استقراره. فإن طبعا الزكاة مثلا تسد حاجة هذا الصنف، وهذا ما يطهر قلب ذلك الفقير من الحقد والحسد، فيعيش متعاونا مع إخوانه الأغنياء الذين شعر منهم بالعطف والرحمة، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. طبعا مهم جدا حث على الزكاة عندما نتحدث عن الضريبة حتى لا يكون هناك خلط بينهما. فمن مصارف الزكاة هم العاملون عليها، وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أصحابها ويجمعونها ويحفظونها وينقلونها، وكذلك من يعينهم في ذلك ممن يسوقها ويرعاها ويحملها، ويدخل فيهم كذلك الكاتب والحارس والقاسم إلى غير ذلك. وقد حرص الإسلام على أن يقوم العامل بعمله مقابل أجر يتناسب والعمل الذي قام به، وبهذا يتحقق الحافز المادي الذي يجعل العامل يخلص في عمله ويجتهد فيه ويؤديه على أكمل الوجوه وأحسنها. ومن هنا يظهر لنا في الشريعة الإسلامية كيف أنها لها السبق في تقرير هذا المبدأ العظيم. أما الجزية مثلا فقد وجب على غير المسلمين كما وجبت الزكاة على المسلمين في مقابل تمتعهم بحقوقهم وأمانهم على أنفسهم وأموالهم، لأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى مثلا ينتفعون بمرافق الدولة العامة كما ينتفع المسلمون. هذا طبعا حذ في يعني في القرون الأولى بالنسبة للمسلمين. ثم هم لا تجب عليهم الزكاة الواجبة على المسلمين لأنها وجبت على وجه العبادة، وهم ليسوا طبعا مكلفين كما نعلم، فأوجب الله عليهم الجزية بدلا من الزكاة. فهي كسائر الضرائب الإسلامية واجب في نظير حق. وأما ضريبة الخراج، يعني هنا نحن تأصيل في معنى الضريبة، يعني نؤصل الضريبة، فقد وضعت على الأرض التي أقر عليها أهلها من غير المسلمين وتركت بأيديهم يستغلونها وينتفعون بها. وأول من فعل ذلك هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، عندما يعني دخل المسلمون وتمكنوا من استيلاء على السواد العراقي عنوة، وكتب قائد جيش المسلمين في موقعة القادسية وقت سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك، يستشير فيه في أمر سواد العراق أرض العراق، وكانت تعتبر في ذلك الوقت من أخصب بلاد الدنيا اللي يعرفوها وقت المسلمين. وكان سعد بعد أن أتم الله النصر للمسلمين قام بقسمة الغنائم بين المجاهدين ما عدا الأرض، فإنه توقف في قسمتها ما قسمهاش، وكتب بذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طالبا رأيه في ذلك. وبعد أن
وصل الكتاب إلى عمر رضي الله عنه استشار في ذلك كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، وبعد حوار طويل استقر رأي عمر ووافقه مجلس شوراه الذي كونه لذلك على ترك الأراضي بيد أهلها، وفرض عليهم فيها الخراج ووضع على رقابهم الجزية. ولم تكن ضريبة الخراج معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خليفته الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعن عمر رضي الله عنه لقوا أن هو أول من اجتهد في فرض هذه الضريبة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل، وإنما كان الخراج في عهد عمر رضي الله عنه. هنا مش نتحدث كذلك عن الشروط للضريبة العادلة، مش يكون فما ضريبة، يجب تكون فما ضريبة عادلة قبل أن تحدث كذلك أيضا عن التهرب الضريبي. لا شك أن جباية الضريبة من الأفراد فيها استيلاء على جزء من مالهم وحرمان لهم من التمتع به، وهذا الحرمان إنما رخص فيه لأن الضرورة قاضت به، إذ لا يمكن القيام بالمصالح العامة بدون ذلك، ومن القواعد المقررة أن الضرورة تقدر بقدرها، فيجب أن لا يتجاوز بالضرورة القدر الضروري، وأن يراعى في وضعها وطرق تحصيلها مما يخفف في وقعها. وقد وضع بعض علماء الاقتصاد في العصور الحديثة قواعد ثابتة لجباية الضرائب وتقديرها ولطرق تحصيلها، من ذلك قاعدة العدالة، والمقصود بها أن يكون اشتراك كل مكلف في نفقات الدولة متناسبا مع قدرته ويساره وإمكانياته، أي أن يكون اشتراكه يعني بنسبة الدخل الذي يتمتع به في ظل الدولة. القاعدة الثانية هي اليقين. شو معناتها؟ يعني الضريبة التي تفرض على كل فرد يجب أن تكون واضحة معلومة من حيث موعد الدفع وكيفيته ومقدارها، يعني يدفع بحيث لا يتطرق إلى ذلك أي شك. القاعدة الثالثة هي الملائمة، يقصد بها أن تكون جباية الضريبة في أكثر الأوقات ملائم، يعني تكون ملائمة للمكلف وبالكيفية المتيسرة له أكثر، يعني أكثر من غيرها، يعني تكون ملائمة لوضعه المادي. كذلك القاعدة الرابعة وهي الاقتصاد، معناها الاقتصاد في نفقات الجباية، فتفضل يعني الضرائب التي تقل نفقات جبايتها على الضرائب التي تكثر فيها النفقات متاع الجباية، حتى يكون الفرق بين ما يخرج من خزائن المكلفين وما يدخل إلى خزائن الدولة أقل يعني من المستطاع. وإلى هذه القواعد الأربعة أضاف بعض علماء الاقتصاد قواعد أخرى، بعضها متفرع عنها وبعضها مكمل لها، وأهم هذه القواعد أن كل ضريبة يجب أن لا تقع إلا على الدخل لا على رأس المال، وعلى صافي الدخل لا على جملة الناتج، لتكون الضريبة من ثمرة المال ولا يكون من عوام نقصه في الأصل، وأن الضرائب يجب أن لا تمس الدخل الضروري لحياة المكلف، فالحد الأدنى للمعيشة يجب أن يعفى من كل تكليف. كذلك معلوم أن موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة ومصالح الناس، وكانت تأخذ الضرائب يعني لسد تلك الحاجيات والقيام بتلك المصالح، فلا يجوز مثلا التهرب منها بهذه الحيلة ولا بغيرها من الحيل، لأن تحصيل الضرائب مما تقتضيه المصلحة العامة التي لابد للجميع من التعاون عليها والالتزام بحقها. وأمام هذه المصلحة المرسلة نلاحظ بعض مظاهر الفساد في توظيف الجباية من خلال التهرب الضريبي، الذي هو امتناع المشمول بالضريبة فردا أو مؤسسة عن دفع الضرائب المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته أو على أي نشاط آخر منشئ للضريبة كالاستهلاك أو الاستيراد مثلا، وهو بمثابة تحيل على الأخلاق يعني المسلم، وهي مسألة قيمية، وهي تحلل من مسؤولية المدنية تجاه أعباء العامة للدولة. التهرب الضريبي عنده أشكال متعددة، منها استغلال النفوذ والقرابة من السلطة للتحلل الكلي من دفع الضريبة المقررة على نشاط يعني ينمي الثروة، ومنها كذلك التحايل والغش ودفع الرشوة بغاية التملص من دفع الضريبة كليا أو جزئيا، وذلك من خلال التعتيم على ذلك النشاط وإخفاء حجم المرابيح التي للمصلحة العامة فيها نصيب المفروض قررته القوانين، ويعتبر عدم الإيفاء به اعتداء على المصلحة العامة والمال العام.
وهنا نتحدث في الأخير عن الأمن الاقتصادي الوطني، وصيانة المال العام هي من مقاصد الشريعة وأمانة يجب على الجميع أداؤها والمحافظة عليها كما أمر الله عز وجل، حيث قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. وهذه مسؤولية جماعية كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأول راع هم أصحاب الولاية الذين تحملوا أسباب معايش الناس وأمورهم، فواجبهم كذلك أن يكونوا وكلاء عن الشعوب في أداء ما أمرهم الله به من خلال الإحسان في إدارة موارد الأوطان وتحقيق العدالة في الفرض والتوزيع وترشيد النفقات ومكافحة الفساد، وفيه حرص ذلك على رعاية مبادئ الشريعة الإسلامية في الاقتصاد الوطني ومشاركة حقيقة يعني الحقيقية الحقيقة للشعب في ذلك من خلال نواب يحملون رسالة حقيقية في جوهرها فيها قيم الإسلام ومصالح الناس. وكذلك أصحاب الأموال عليهم مسؤولية تجاه المال العام والضريبة، وهم يعلمون أن الأمانة في حفظها وأدائها تساهم في مسيرة الإصلاح والنهضة المنشودة، فلا يجوز أن يمتنع أحدهم عن ذلك لما قد يرى من تقصير الآخرين، ولا طبعا هذا ربما يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. ورب سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رب إن شاء الله يوفقنا ويتقبل منا، إنه لذلك والقادر عليه. أحبة الكرام، إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.